Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'ala al-Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'ala
الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله والصحابة من سنشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يزين حبيب الله Yeah.
نسيم حبت علينا من حمى المصطفى
نسيم حبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشامها يسلح الظاهر لنا والخفاء يا ختما للنبي في كل حال اكتفى يا ختما للنبي في كل حال اكتفى على قدم سيدك ما أهل الهمام والوفاء هم رجال الأكابر هم هم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النجا والصفاء يا حديث جف حالي بالنبي قد صفا يا حديث جف حالي بالنبي قد صفا إذا بدات عين جود الله النافا الله حسبي ونعم الحسيب حسبي كفى منه المواهب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خيرها في عفا أمنون علينا برفقة عبدك المصطفى أسلك بنا ناجما لهديه اكتفى نسبات بديوان ورأس النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل وصحب ما برق السماء رفرفا نسيم حبس علينا من حمى المصطفى Oh.
ذلك بفضله ذلك بفضل يا نبي ذلك بفضل يا سيدا Oh,
يذهبه بذكر تسبيح في البقاء لو صحيح في دار إحسان من يسمع Yeah.
المؤمن واستغفاري فتداركني بلطفين منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه قسني قبل أن يفنى استباري نبينا
الله الله رضينا بالنبي لنا إماما الله الله وأنتم أهله وبكم رضي 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 وحيدر ثم زين العابدين رضينا يا بني زهرة رضينا الله الله رضينا يا بني زهرة رضينا الله حب فيكم يرضي نبي نبي نبينا وزينب من لها فضل سمي الله الله وزينب من لها فضل سمي الله سلالة أحمد بنتي طيبين رضينا يا بني زهرة رضينا الله الله رضينا يا بني زهرة رضينا الله بحب فيكم يرضي نبي نبي نبينا وأمك بدعة المختار طه الله الله وأمك بدعة المختار طه الله الله محببة إلى الهادي نبي نبي نبينا رضينا يا بني زهرة رضينا الله الله رضينا يا حب فيكم يرضي نبي نبي نبينا يا رب ما
Oh, no.
قدوة القادات غوث الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله يا من له يا هو عند الله إن المسيح قد جاء البليات ودري بجدكم وبكم تنجان صحب البليات ودري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجو عند الله يا سيدي يا رسول الله ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وسلم للمقادير كي تحمد وتجار وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر وكن صابر وشاكر تكون فايز وظافر ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر
كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ولا يحرص عليها سوى عمل بصيرة عديم العقل أو كان يعقل كان أفكار تفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها ألا يا الله بنظرة وفي كل غناها ألا يا الله بنظرة فطوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل معنا في المرافيع وأسبع سافر راحل وأمس القلب والفال من بعده مكدر ولكن حسبي بشر جدت سحايب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة إلى العين الرحيمة تداوي كل ما فيه سادتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نادلونا ومن هم في سرائر فؤادي قاطنونا بساحة تربها لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة ألا يا باخذ من ذارهم في صدق وانتر إليهم معتني على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود
سيد الأكوان على باب الكرم والجود وقفنا أسعى للمعبود يعاملنا بما تسأل في بركة سيد الأكوان طه الدين حبيب الله نور العين فيه يجلى الصدى وران ببركة سيد الأكوان فيا ذا الجود يا حقق غاية المطلب وبلغنا المنايا من ببركة سيد الأكوان وثبتنا على نهج نحو الأمل وما لا تبلغ الأقوال من الإحسان يا منان ببركة سيد الأكوان وننشر راية التقوى جمع في رحاب الخير ونسلك مع أهل سير رجال صدق والعرفان ببركة
سيد الأكوان وندخل في دوائرهم ونحضر في محاضرهم ونسمر على الهنا والدان ببركة سيد الأكوان على باب الكرم والجود وقفنا أسعد المعبود يعاملنا بمهد إحسان ببركة سيد الأكوان نشرب كأس سر سير بما لا عنوحة يخبر عطايا ما لها حسبان ببركة سيد الأكوان ولا سمع لها يسمع ولا بال بها يطمع
الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمحض إحسان ببركة سيد الأكوان حبيب الله نور العين به يجلى الصداوران ببركة سيد الأكوان فيا ذا الجود يا وحيد ويا مقصود حقق غاية المطلب وبلغنا المنايا من ببركة سيد الأكوان وثبتنا على نهج نحو من الإحسان يا منان ببركة سيد الأكوان وننشر راية التقوى في الإسرار والنجوى Yeah.
في رحاب الخير ونسألك مع أهل سير رجال صدق والعرفان ببركة سيد الأكوان وندخل في دوائرهم ونحضر في محاضرهم ونسمر على الهنا والدان ببركة سيد الأكوان نشرب كأس سر سير بما لا عنوحة يخبر عطايا ما لها حسبان ببركة سيد الأكوان ولا سمع لا يسمع ولا بال بها يطمع وما نظرت لها عينان ببركة سيد الأكوان الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمحد حسان ببركة سيد الأكوان على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمحد حسان ببركة سيد الأكوان ألا يا واسع المعروف عظيم الجود والإحسان ببركة سيد الأكوان أنلنا فوق ما نرجو نرافق من غدا ينجو من الأهوال والنيران ببركة سيد الأكوان المقصود وغايات الكرم والجود نرافق صفوة الرحمن ببركة سيد الأكوان ببركة النبي طه أجل كل الورى جاها عظيم المنزلة والشان ببركة سيد الأكوان.